شنقا حتى الموت لارتكاب الشعب العمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة معاش أولا أليم بدلالة المادة بدلالة المادة معاش أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات رقم 111 من 1969 العادل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا حضوريا وبالاتفاق. ثانيا بالسجن 10 سنوات ارتكابها إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا دال بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 سنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 421 باء من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لسنة 2005 قرارا وبالاتفاق. كل الذين انحرفوا ثالثا الحكم على الميدان صدام حسين المجيد بالسجن 10 سنوات لارتكابه التعذيب كجريمة ضد الإنسانية وفقا لأحكام المادة 12 أولا واو بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 233 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل قرارا بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 2005 الله أكبر. رابعا تنفذ العقوبة الأشد بحق المدان استنادا بحق المدان استنادا المادة 142 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 2005 إنه خالقنا جل علاه.